حلقة جديدة من البعد الآخر، أهلا بكم. في إبريل من عام 1917 كانت جبهة القتال بين روسيا وألمانيا مكتظة بملايين المقاتلين. الألمان يتفوقون لكن الروس لا يستسلمون، والمذبحة مستعرة من الجانبين. لكن ألمانيا نجحت في أن تحسم المعركة بسلاح جديد، السلاح مجرد عربة قطار. لقد تركت عربة قطار بسيطة تمر عبر أراضيها، وعلى متنها فلاديمير لينين المعارض الشيوعي الروسي الذي كان في منفاه بسويسرا. وبمجرد أن وصل إلى موسكو تغيرت الأوضاع وانهار النظام الحاكم آنذاك، واستولى البلاشفة على السلطة وخمدت جبهة القتال الروسية مع الألمان. قطار لينين أصبح نموذجا كلاسيكيا لفكرة القصف بالمعارضين، لذلك فعندما وصل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى موسكو قادما من ألمانيا، ظهر أن جليد العاصمة الروسية يخفي جمرا مشتعلا من الغضب والمعارضة، وأن عام الانتخابات الروسية ربما يشهد تهديدا لسلطة نظامها الحديدي. روسيا وجهت احتجاجا شديدا لهجة للولايات المتحدة، واتهمتها بدعم المظاهرات ليضاف ملف جديد إلى ملفات أخرى ساخنة بين الدولتين مع تولي إدارة بايدن زمام الأمور في واشنطن، ملفات مثل معاهدة الصواريخ النووية، مشروع نورد ستريم 2، واتهام واشنطن لموسكو بتنفيذ هجمات إلكترونية ضدها. حول هذه الموضوعات اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا من لندن أوليفر غويتا، المدير التنفيذي لمركز جلوبال ستار لتقييم المخاطر الجيوسياسية. أهلا بك معنا سيد أوليفر. سيد أوليفر، دعني أبدأ معك بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. أين يمكن وضع البعد الأوروبي فيها تحديدا؟ في هذا الوقت الذي انتخب فيه بايدن، فإن أمام أوروبا دور يقومون به في العلاقات الدولية، فلديهم غضب وتوقيعهم لعلاقة استثمار مع الصين أغضبت أمريكا، وبالتالي بالنسبة لروسيا فإن موقفهم أشد حسما، وشاهدنا ذلك في حالة قضية نافالني. فقد انتقد الأوروبيين نظام فلاديمير بوتين، وسنرى ربما المزيد من العقوبات، وبالتالي فإن هذا يعطينا فكرة واضحة حول ما يمكن أن يحدث على هذا المستوى. أما الجانب الثاني فهو أن كثير من الدول التي كانت ساذجة حول أهداف روسيا في أوروبا فقد أصبح موقفها أوضح الآن، كالسويد التي أصبحت الآن تعرب عن قلقها حول إمكانية الغزو الروسي مستقبلا، كما يدفعون لرفع الإنفاق على الدفاع الذي سيرفع ب 50% على مدى سنتين أو إلى الخمس القادمة. وكثير من الدول في أوروبا الشرقية تعلم تماما ما هو وضع روسيا. السؤال المطروح ويأخذني للنقطة الثالثة وهو دور ألمانيا. فالحقيقة الأمر أنه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن ألمانيا ربما هي القوية، وربما فرنسا تضاهيها، فنعرف أن لأنجيلا ميركل مسؤولة عن هذه العلاقات الجيدة، وهذا ينعكس على الطاقة، ونتحدث هنا عن مشاريع ضخمة كنورد ستريم 2 الذي جعل أمريكا غير سعيدة بهذا الأمر، وهو سيزود ألمانيا وأوروبا بالغاز الرخيص من روسيا، وبالتالي وقد يتجنبون أوروبا الشرقية ويأخذون كل شيء عبر ألمانيا. لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على نورد ستريم
كل الشركات التي ستعمل خلال الأشهر القليلة القادمة على هذا المشروع وتقدم يد العون سيفرض عليها عقوبات أمريكية. بس هل المخاوف الأمريكية مبررة من نورد ستريم 2؟ نعم، هذه نقطة مهمة. إن القلق الأمريكي هو على محورين، أولهما هو كما هو واضح فإن روسيا سيكون لديها سلاحا من هذه الطاقة على أوروبا لتسيطر عليها، وبالتالي والوضع الراهن سيؤدي لوجود نقطة ضغط بيد روسيا، وخاصة أوروبا وتحديدا ألمانيا ستكون على نحو كبير متأججة، وبالتالي ستضطر للتعاون مع بوتين، وبالتالي هذه النقطة التي تقلق أمريكا. وثانيا هي حقيقة أن شركات النفط الأمريكية ستخرج من الساحة وسيكون هناك المال لن يذهب لها، وهذا هو التفكير الأمريكي. وبالتالي فهذه شركات الطاقة معروفة بمنحها التي تقدم للحكومة بحزبيها من ديمقراطيين وجمهوريين، وبالتالي فإن هذا أمر يقلقهم. ملف حقوق الإنسان في العلاقة ما بين روسيا وأوروبا بشكل عام، يمكن نافالني كان يعني هو الذي يسلط الضوء على الملف الآن، والمعارضة والمظاهرات في روسيا، كم هو حاسم في مسألة تحديد العلاقة بين الجانبين وانعكاساتها سواء على الولايات المتحدة الأمريكية أو على الغرب بشكل عام؟ مسألة حقوق الإنسان والقضايا التي شهدناها خاصة هنا في بريطانيا وتسمين سكريبال وأسرته، وكان هناك عناصر عديدة وإجراءات اتخذتها بريطانيا تجاه موسكو، لكن على حد علمي لم يحدث شيء كبير. وهذا يأخذنا للمسألة ذاتها، وهي الثقل الاقتصادي الروسي والمالي لروسيا في الساحة البريطانية، وكيف أن روسيا قوية في ضخ المال في الاقتصاد البريطاني، وبالتالي داخل الاتحاد الأوروبي لنجد 27 دولة لديها سياسة مشتركة للعقوبات على روسيا فيما يتعلق بحقوق الإنسان. أعتقد أن هذا أمر لن يحدث أبدا، فروسيا لها حلفاء كثر، فقد كانت جيدة واخترقت الأنظمة السياسية لكثير من دول أوروبا من خلال تمويل بعض الأحزاب السياسية، ونعرف مثلا كدولة كإيطاليا لن تصوت أبدا في أي موقف ضد روسيا. أما بالنسبة لحقوق الإنسان فهو للأسف فإن أوروبا سيكون لديها إجراءات لينة ولن يكون لها أي مفعول بسبب الضغط الروسي من اقتصاد وطاقة وسلاح. هذا أمر مهم. وبالنسبة للأوروبيين عندما ينظرون إلى مسائل الأمن، الناتو موجود، لكن عند المواجهة المباشرة مع روسيا لا يعلمون أن الاتحاد أو الناتو لا يستطيع الوقوف أمام الجيش الروسي. هذا ما يفكر به الأوروبيين بشكل واضح. يعني هل هذا مفهوم في الوقت الذي تخرج فيه أصوات كثيرة تتحدث عن تدهور الوضع الاقتصادي الروسي وعدم القدرة الروسية على مجاراة ما يحدث بالعالم، وأنه المشاريع الاقتصادية مشاريع الطاقة الكبرى مثل نورد ستريم 2 هي ستكون المنقذ لروسيا وليس العكس؟ يعني النظر بهذه الطريقة من دول أوروبية لروسيا ألا يعتبر مبالغا فيه؟
أعتقد أننا في هذه المرحلة مسألة البيضة والدجاجة، فروسيا تنظر إلى هذا المشروع في وضع اقتصادي متردي. أعتقد أنه بالنسبة لروسيا فوضع الاقتصادي الآن تحسن عن قبل بضعة أشهر بسبب ارتفاع عوائد النفط، وبالتالي أصبح لديهم إمكانية للموازنة المالية. أنت محقة بشكل أو بآخر، فهو طريقة لبيع الطاقة الروسية، وهذا سيحدث من خلال دول ربما بعض الدول ليست دول صديقة، لكن على الأوروبيين أيضا أن يتذكروا أننا في وقت تنظر فيه ثلاث دول عظمى للشراء، فروسيا بوجودها في الشرق الأوسط، في أفريقيا، في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا، هناك نظرة بأن إتقان بوتين للعبة الشطرنج مما أهله لأن يعرف كيف يلعب بأوروبا وأن يجعلها مضطرة للوقوف معه، وخاصة في مجال الطاقة وكل ما لدى روسيا فيه ثقل. فروسيا لن تتوقف إلا عندما تنهي بناء إمبراطوريتها. سيد أوليفر غويتا، المدير التنفيذي لمركز جلوبال ستار لتقييم المخاطر الجيوسياسية، ضيفنا من لندن، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا، ألف شكر. وهذا فاصل قصير نتابع بعده. هذا التسخين في ملفات السياسة الخارجية بين روسيا وأمريكا كيف يمكن أن يؤثر على منطقتنا العربية؟ ومرحبا بكم معنا من جديد. كما تابعنا في الجزء الأول، هناك ملفات عديدة تتنازعها موسكو وواشنطن وتفرض نفسها على مستقبل العلاقات بين الدولتين خلال إدارة بايدن، ولكن ما تأثير ذلك على منطقتنا العربية؟ حول هذا الموضوع نلتقي سيد ديفيد ديروش، كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربي في واشنطن. أهلا بك معنا سيد ديروش، و إذا سمحت لي أن أبدأ إذا كان هناك صراع موجود بين روسيا وأمريكا قائم، أم أنه توقف وعاد من جديد، أم أن مستقبل العلاقات بين الطرفين قد تشير إلى صراع مرة أخرى؟ إن موقف إدارة ترامب كان هو أن هناك دوما صراعا بين روسيا والولايات المتحدة، إلا أن الولايات المتحدة أخذت استراحة من هذا الصراع، ولكن روسيا لم تفعل منذ إدارة هيلاري كلينتون التي كان لديها وكأنه أمامها زر لإعادة بدء القضايا. هناك تدخل الروسي في قرميا وبيلاروس وغير ذلك، هذه أمور جعلتها تفكر بتغيير سياسي كبير، وهو بتقليل الوجود العسكري في العالم العربي والتركيز على التنافس مع القوى العظمى كروسيا والصين. فعندما كان ترامب رئيسا كان هناك إلحاح من الحزب الجمهوري عليه بأنه كان متساهلا مع روسيا والصين، وعلى مدى 4 سنوات كان الديمقراطيين يقولون أن ترامب ليس شديدا على روسيا بما يكفي. ومن الصعب أن نرى بايدن يأتي بإدارته ليركز بضغط أكبر على روسيا، وربما نشهد زيادة خفيفة وليس تراجعا. كيف ممكن هذا يأثر على منطقتنا نحن في منطقة الخليج، العلاقة أو السياسة الخارجية الأمريكية تحت إدارة بايدن في العلاقة مع الروس، هل لها أي تأثير يذكر على المنطقة هنا؟
سيكون لها أثر على المنطقة لأن روسيا مصرة على أن تكون قوة عالمية سواء كان لديها الوسائل أم لا، وهي لديها جيش قريب من المستوى الأول المتقدم عالميا لكن اقتصادها بالمستوى الثالث، ولديها فساد في النظام ما تسعى إليه روسيا هو أن تعود إلى وضعيتها كما كانت أيام الاتحاد السوفيتي، لكن وجودها في روسيا في سوريا سيستمر. أنفقوا مليارات الدولارات هناك ولن يستعيدوها. وجود روسيا في الشرق الأوسط سيكون حافزه أمرين، هو سيتدخلون بالمناطق التي تكون مجدية لهم. في ليبيا هناك مرتزقة تدفع أجورهم دول أخرى، وأيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى، وأيضا إن كان لديهم إمكانية بيع السلاح سيفعلون ذلك، وإن كان لديهم أيضا فرصة قليلة المخاطرة بأن يكون هناك مخربين أو يتدخلون في حال وقف الولايات المتحدة لبيع بعض الأسلحة للمنطقة، سيتدخلون لبيع أسلحتهم، وبالتالي هذا فيه محاولة للتنافس مع الولايات المتحدة. هناك دروس استفادوها من سوريا ولا يستطيعون تكرار هذه التجربة في دول أخرى. احنا بنحاول نقرأ علاقة الإدارة الأمريكية الجديدة بروسيا وبالدول الأوروبية بشكل عام، ولنا انعكاساتها على منطقتنا في نهاية الأمر. كيف ممكن أن تتشكل هذه العلاقة في ملفات أيضا على قدر كبير من أهمية؟ أنت ذكرت سوريا كواحد من الملفات، لكن عندنا ملفات لها علاقة بالشرق المتوسط، ملفات لها علاقة بتركيا وإيران. هل ستكون إدارة بايدن أقرب للموقف الأوروبي مثلا في إيران في موضوع إيران، وماذا عن تركيا وملف الشرق المتوسط كله؟ هذا سؤال جيد، وأعتقد هذا ما يتطلع إليه الجميع، وبالتالي لا نستطيع استقراء الوضع من الشخصيات التي تعين في الإدارة، لكن كانت المواجهة كبيرة في أيام ترامب مع الأوروبيين، لكن شركائنا الأوروبيين أخبرتهم الولايات المتحدة بأنهم لا يقومون بما يكفي للدفاع، وبالتالي بناء القدرات ليس جيدا، إلا أن ترامب كان يعبر عن ذلك بنبرة تواجهية، وبالتالي هنا يأتي دوره كرجل أعمال. وأعتقد أن إدارة بايدن ستستفيد من عدم كونها دونالد ترامب، وأيضا نتوريا نولان كانت مساعدة لديك تشيني وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الناتو عندما كان جورج دبليو بوش في زمن جورج دبليو بوش، و روسيا تراها أنها شخص مفيد للعلاقة الروسية. أما في شرقي المتوسط فإن للولايات المتحدة دور مهم، فلأننا قوة عظمى، فالجميع يظن أننا وراء نقاط نزاع، ولأننا حلفاء لهذه الدول في الناتو، تركيا واليونان أعني، فإن لدينا دور حيادي في ظل أن الدولة التي تحاول أن تقود الاتحاد الأوروبي وهي فرنسا كان لها موقف حاسم بشأن اليونان، وأعتقد هناك إعادة تقييم وسنرى آراء جميع حلفائنا.
وبالتالي هنا الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة مباشرة بنتيجة أو أخرى بالنسبة لشرقي المتوسط، لكننا بحاجة لأن نرى نهاية لهذا الصراع، وبالتالي نحن حياديين ونتدخل من أجل التوصل لحل فقط. قد يكون الحياد في مثل هكذا أمور يعني يعقد الأمور بدل من أن يحلحلها. الملفات الحقيقة اللي بتتقاطع فيها مصالح منطقة الخليج مع مصالح روسية أحيانا ليست ملفات سياسية أو عسكرية فقط إذا ما أتينا على روسيا أو ليبيا أو التدخلات في المنطقة العربية، لكن كذلك الملفات الاقتصادية. لو حكينا شوي عن ملفات الطاقة، مشروع نورد ستريم 2 إلى أي ممكن مدى ممكن أن يكون منافسا لمشاريع الطاقة الكبيرة التي تطورها وتعتمد عليها كثيرا الآن دول المنطقة؟ That's a very good question. So Nord Stream 2 is هذا سؤال جيد. ونورد ستريم 2 ينظر في الولايات المتحدة ليس كقضية اقتصادية بل سياسية، ولمن لا يعرفون هذه المسألة فهو خط غاز يمر عبر بحر البلطيق، وهناك أيضا هو يمر أيضا في بولندا وجمهورية التشيك، وبالتالي هناك تطوير للمؤسسات الغربية، وهناك شك بكل من يعادون روسيا ما ستقوم به هذا الخط هو تعزيز العلاقة الاقتصادية بين روسيا وألمانيا، بحيث أن المخاوف في الدوائر السياسية الأوروبية هو تهميش هذه الدول الناشئة الأوروبية، وبالتالي فإن هذه قضية سياسية بحتة. واقتصاديا إن كان هناك نية للنجاح فسيكون أقل كلفة للطاقة أن تكون من روسيا بدلا من ألمانيا، فليس هناك أسعار تنافسية على نفط الخليج في ألمانيا، فبالتالي فإن حاجة ألمانيا للطاقة ستزداد بسبب إلغائهم للبرنامج النووي، وبالتالي فإن التسويق في منطقة الشرق الأوسط سيكون مهم، وبالتالي سياسيا هذا سيء واقتصاديا. وسواء قامت إدارة بايدن بعقوبات ترامب فإن هذا سيكون اختبار كبير للعلاقات مع أوروبا. يعني أفهم من هذا الكلام أنه فعلا سيشكل منافس لمشروعات الطاقة في المنطقة. نعم هذا صحيح. أي شيء تقوم به روسيا لتعزيز صادراتها فإن روسيا في الشرق الأوسط هو عبارة عن تجمع طاقة، وفي وروسيا أيضا. أما في الغرب فلدينا كندا وفنزويلا، ولكن هنا روسيا مهمة جدا ونقطة في آخر الصف. السيدة ديفيد ديروش كبير الباحثين في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا، شكرا جزيلا. إلى هنا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر، نلتقي وإياكم الأسبوع المقبل بإذن الله، إلى اللقاء.